السوري في مارس 2011 الانتخابات مجلس الشعب مع نهاية 2011 أو انتخابات مجلس الشورى بعد ذلك في أوائل 2012 أو انتخابات الرئاسة التي انتهت يوم 17/6 والتي نحتفل اليوم بنتائجها ونحترم هذه النتائج التي أبهرت العالم بتواضيع ناخبيها. لا هي في حاجة الآن، إن مصر الآن مصر الوطن ومصر الشعب في حاجة الآن إلى توحيد الصفوف وجمع الكلمة حتى يبني هذا الشعب العظيم الصابر في مرة حياته في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية، وهي الشعارات الأساسية. وأقول هي الأهداف الأساسية التي انطلقت بها حناجر الثوار في كل ميادين مصر في 25 يناير 2011، والتي لا تزال هذه الحناجر تعلنها قوية في كل مشاهد الثورة المستمرة. الثورة المستمرة حتى تتحقق كل أهدافها معا نستكمل هذه المسيرة. لقد صبر الشعب المصري كثيرا من قبل، وعانى من المرض